روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد النعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج روضة الشعر. وفي هذه الحلقة نحن مع أحد كبار الشعراء المعروفين في شعر النبط، ومن الشعراء المشهورين في نجد، وهو الشاعر الكبير محمد عبد الله القاضي. ومحمد القاضي هو شاعر عنيزه الكبير محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالقاضي. ولد شاعرنا في وطنه عنيزه سنة 1224، وتوفي فيها سنة 1285 هجري. حفظ القرآن الكريم وهو ابن 8 سنوات على يد والده، وقرأ الفقه والعلوم الدينية على يد أحد علماء بلده، ثم صار ميله إلى الأدب والتاريخ ونظم الشعر النبطي، فأكثر منه وأجاد فيه كل الإجادة. كان سخيا كريما، قل أن يخلو بيته من الضيوف. ومن المشهور عنه أنه لما قال قصيدته التي مدح فيها بلده عنيزة وأهلها، والتي قال في مطلعها: لعل براق صدوق خياله، محنن مرنن مرجحنن وهالطال. قال له أمير عنيزه عبد الله اليحيى السليم: بماذا نكافئك يا أبو عبد الله؟ قال: أريد مكافأتي أن كل ضيف يجي عندكم تكون ضيافتي عندي في اليوم الثاني، لا يسبقني عليه أحد بعدكم. ومن هذه القصة يفهم مقدار ما هو عليه من الكرم وحبه للضيوف. وكان يعد من أغنياء عنيزه في زمانه، وله خط جميل، وكتب صحيح البخاري بخط يده. ولما بلغ 40 من عمره قل نظمه للشعر إلا في المناسبات. وفي أواخر أيامه اعترضته الأمراض، وفي أثناء ذلك قال قصيدته التي مطلعها: يا محل العفو عفوك يا كريم، ولطفك اللي كافل إن كل الأنام. يسميها البعض توبة القاضي. وله قصيدة في تقويم الأوقات ونجوم الأنواء يعتمد عليها في معرفة فصول السنة، ومطلعها: سبك لك نجوم الدهر بالفكر حاذق، حوى واختصر مضمونها بأمر خالق. وقد خلف شاعرنا محمد بن عبد الله القاضي 4 أولاد كلهم شعراء في الشعر النبطي، وهم عبد العزيز وهو أكثرهم وأجودهم شعرا، وسليمان وحمد وإبراهيم، وهو من أغزر شعراء النبط إنتاجاً وأقواهم معنا. وتميز محمد بن عبد الله القاضي في جميع الأغراض الشعرية التي كتب فيها، خصوصاً الوصف والحكمة والغزل. ويظهر في شعره تأثره ببعض السابقين من الشعراء أمثال محسن الهزاني ومحمد بن لعبون. تبادل القصائد مع بعض شعراء عصره، ومنهم الشاعر الأمير أحمد بن محمد السديري. الجدير بالذكر أن بعض أحفاد الشاعر عاشوا في البحرين، وكونوا تجاراً معروفين في سوق المنامة. وللشاعر الكثير من القصائد المتميزة، منها قوله: الصبر محمود العواقب أفعاله، والعقل أشرف ما تحلت به الحال، والصمت به سر سعد من يناله، والهذر به شر وشوم وغربال. وقصيدته التي يستهلها قائلاً: أجل عنك ما الدنيا بيلحق لها تالي، غرورا ترد الحزب الأول على التالي. ومن روائعه التي يتداولها عشاق شعر النبطي قوله: الأبصرت بالدنيا تكدر لي الصافي، تعذر زماني ما حصل صاحب صافي، أفيض عليها أسرار ملتج بالحشا، كل شعيب له مفيض ومطافي. ومن غزلياته قوله: البارحة لمورد الخد صادفت، حي ومن بعد التحية سقاني. وفي شكوى الغرام قال القاضي: حل الفراق
ربيح الوجد مكنون قلب تعايو فيه شطرين الأطباب. وقال أيضا في نفس الغرض: من ناظري دمعي على الخد مسكوب، ومن حوادث شاب راسي وأنا شاب. ومن قصائده المتميزة في هذا المجال: مرت بي القدرة على المطرح اللي صعدت به وعليت، مع غض الأطفال أيام نقطف زاهر مستظلي، وحلو قطف أزهار نوار الأقبال. ومن أبدع قصائده هذه القصيدة اللي يرحب فيها بطيف الأحبة: لطيف رحبا وتسليما عدد ما هل، وابلا على الخد همالا وهطالي، أو عد ما سل من روحا وما سلسل، آدم حوى من الأول إلى التالي. ومما يستغربه قراء الشعر وصفه للسفن في العاصفة، وهو في مدينة تقع في وسط الجزيرة العربية وليس من سكان السواحل. يقول في نفس القصيدة: محمل غرامي طبع في غبة بهزل، كسر اللياحة وجاه الموج من عالي، لا شرق لا بيص لا به فرمن بهجل، دمت عقب ما صفق الموج من عالي. أما ديوان الشاعر محمد العبدالله القاضي فقد طبع عدة مرات، وأول من شرع في ذلك الشاعر خالد بن محمد الفرج في عام 1952 وطبع في دمشق. وفي عام 1956 أصدر عبد الله الخالد الحاتم بعض أشعاره ضمن كتابه الشعر النبطي، كما أصدر محمد سعيد كمال جزءا خاصا من سلسلته الأزهار النادية في أشعار البادية عن الشاعر محمد عبد الله القاضي. ومؤخرا صدر ديوان له برواية عبد الرحمن بن إبراهيم الربيعي من شعراء عنيزة. أما قصيدته التي نحن بصددها في هذه الحلقة فهي قصيدة شهيرة في وصف القهوة، وقد طارت شهرتها في الآفاق، وهي كما قال الباحث الأستاذ إبراهيم حامد الخالدي: نادرة في بابها لما احتوته من دقة الوصف وإبداع التصوير والسلاسة في اختيار الألفاظ وتسلسل الأفكار. ومن الراجح أن تكون هذه الرواية من نفس الخيال، ولكن جمال الوصف في القصيدة يدعوكم إلى الاستماع إليها، فهي بنا مع هذه الأبيات في وصف صناعة القهوة للشاعر محمد بن عبد الله القاضي. يا مل قلب كل ما التم الأشواق، من عام الأول بهد واكيك وخفوك، يجاهد جنود في سواهيج الأطراق، ويكشف لها سرارا كتمها بصندوق. لعن له تذكار الأحباب واشتاق، باله وطاف بخاطره طاري الشوق. دنيت له من غالي البن مالاك، بالكف ناقيها عن العذف منسوك. يا مل قلب يعني معناته يا من يعين ويساعد هذا القلب. التم الأشفاق وقت غروب الشمس، دواكيك جمع دكاك وهو ما يدك في الصدر من آلام وهواجس، خفوق يعني خفقان، سواهيج من سهجه يعني دهاه أو سحقه، الإطراق التفكير، صندوق يعني به الصدر الكتوم للأسرار، ليعن له إذا خطر في باله، العذف النفاية نفاية القهوة، منسوق منظف مزالة منه الشوايب. احمس ثلاثا يا نديمي على ساق، ريحه على جمر الغضا يفضح السوق. اياك والنية وبالك والاحراق، واصحى تصير بحمسة البن مطفوق. لاصفر لونه ثم بشت بالعراق، صفرا كما الياقوت يطرب له الموق. وعطت بريح فاخر فاضح فاق، ريحه كما العنبر بالانفاس منشوق. دقه بنجر يسمعه كل المشتاق، راع الهوى يطرب إلى دق بخفوق. أحمس الحمس هو القلي، على ساق يعني متتابعة، جمر الغضا الجمر الذي يؤخذ من شجر الغضا، يفضح السوق يعني تنتشر ريحته في الطرقات والأسواق، النية يعني الني وعدم النضوج، حمسة البن الحمس هو القلي، مطفوق متسرع، بشت بالأعراق تصاعد منها مثل العرق، يطرب لها الموج تسعد من ينظر إليها، عطت فاحت رائحته، العنبر مادة عطرية تستخرج من الحوت، نجر يعني هاون، ولقم بدلة مولع كنها ساق، منصوبة مربوبة تقل غرنوق، خله تفوح وراعي الكيف يشتاق، إلى طفح له جوهر انصح له لوق. أصغر قموره كالزمرد بالأشعاق، وكبارها الطافح كما صافي الموق. وزله على وضحا بها خمسة ارناق، هيل ومسمار بالأسباب مسحوق، مع زعفران والشمطري إلى انساق، والعنبر الغالي على الطاق مطبوق. منصوبة منتصبة، ثقل يعني مثل غرنوق طائر طويل الساق، طفح يعني صعد الحباب الأعلى، قموره حبابه
الشبيه بالقمر، الزمرد نوع من الأحجار الكريمة، الأشعاق اللمعان، الطافح الصائد إلى الأعلى، الموق المآقي العيون، زلة يعني سكبه، واضحة يقصد الدلة، أرناق أنواع، هيل الهيل أهم عنصر في صناعة القهوة العربية، مسمار هو القرنفل، مسحوق مطحون، الزعفران من التوابل، صبغ أصفر زاهي اللون ويضيف نكهة طيبة، الشمطري نوع من الطيوب وهو من النعناع المعروف بالحبق أو نعناع الجبل، على الطاق مطبوق وضع فوق بعضه البعض. فإذا اجتمع هذا وهذا باتفاق صبه كفيت العوق عن كل مخلوق، بفنجال صين زاهي عنها الأرماق، تغضي وكرسيه غدان لمعشوق، إلى انطلق من ثعبته تقل شبراق، رنق تصور للحمامة على الطوق، شكل على الفنجال لونه إلى راق، دم الغزال لمزع منه معلوق، خمر إلى منه تسلسل بالأرياق، وعليه من ما صافي الورد مذلوق، راعيه كنه شارب ريق ترياق، كاس الطرب وسرور من ذاق له ذوق. ابتفاق باتفاق مناسب، كفيت العوق دعاء بالصحة والسلامة، الأرماق نظرات الحضور الذين يرمقونه بعيونهم، تغضي الإغضاغ والنظر إلى الأسفل، أغدان تخوت الثياب أو ما تعلق عليه الملابس، شبراق المختلط الألوان كقوس قزح، رنق لون تصور يعني صار في صورة شيء أو يشبه الشيء، على الطوق كصورة الطوق في رقبة الحمامة بألوان متعددة وهو تصوير جميل ومميز وغير مسبوق، راق صفة المزع انفتق، معلوق المعلوق أحد الشرايين الرئيسية في القلب، الرياق جمع الريق ويقصد الطعم والذوق، مذلوق مصبوب مندفق، الترياق الأفيون. يحتاج من خمر السكارة إلى فاق، خشف تشف شفاه والعنق مفوق، عبث يعيل بحبة منه ما ماق، وهو يضاهي باهي البدر بشعوق، بين شفتاه لاغن أجبار قنحاق، عجل رفيفة بطها الغرج بطبوق، سطر كتب من حبر عينه بالأوراق، خديه صادين ونونين من فوق، كن العرق بخدودها حصل أرناق، ينثر على الوجنات بلورة الشوق، إلى تبسم شع واشرق بلافاق، نوره يفوق البدر سحر ومنطوق، بالعنق كن المسك والورق براق، ما مشخصا في صدره الشاخ مدفوق، يمشي برفق خايف مدمج الساق، يفصل حجول ضامها الثقل من فوق، إلى حصل لك ساعة وانت مشتاق، اقطف زهر مالاق والعمر ملحوق، فإلى حضر ما قلت عندي في الأرزاق، بيدي كريم كافل كل مخلوق، هذا وصلوا عد ما ناض براق، أو ما شكل فرقة شفيق المشفوق، على النبي ما زج زاج بالأوراق، وله صحبه عد ما سيق مسيوق. مفوق مائل إلى ناحية يعني ناحية واحدة، عبث دلع يعيل عال ابتدى المناكفة والمشاغبة، ماق طغى وتجبر، يضاهي يعادل شابه، باهي جميل واضح الجمال بهي الطلعة، شعوق يعني لماع، إلى غنج إذا تدلل، حاق ظهر فجأة، رفيفة لمعانه، الطهى الغمام أو السحب، غرق بطبوق أي مطر غزير جدا، خديه صادين ونونين من فوق يعني شبه العينين بصادين والحواجب بنونين، حص لؤلؤ ثمين، أرناق أنواع مختلفة أصناف عديدة، نثر على صفحات بلورة الشوق، شبه الخد بالبلورة التي انتثرت عليها ألوان مختلفة من اللؤلؤ الغالي، شع أضاء بدا كالشعاع اللامع، سحار منطوق يسحرك بجمال حديثه ومنطقه، المسك عطر طبيعي زكي الرائحة، ما يعني ماء، المشخص الذهب، الشاخ الفضة أي ماء ذهب على فضة، اللون ممزوج ذهب وفضة، برفق يعني بهدوء، مدمج الساق أي سيقانها ممتلئة، يفصم يفهق يكسب، أحجول الحجل، طوق تضعه النساء في أسفل الرجل، إلى حضر إذا تحقق ما تحدثت عنه. يا مل قلب كل ما التم الأشفاق،
من عام الأول بهد واكيك وخفوك يجاهد جنود في سواهيج الأطراق ويكشف لها أسرار كتمها بصندوق لا عن له تذكار الأحباب واشتاق باله وطاف بخاطره طاري الشوق دنيت له من غالي البن مالاق بالكف ناقيها عن العذف منسوق أحمس ثلاثا يا نديمي على ساق ريحه على جمر الغضا يفضح السوق إياك والنية وبالك والأحراق وصحى تصير بحمسة البن مطفوق لصفر لونه ثم بشت بالأعراق صفرة كما الياقوت يطرب له الموق وعطت بريح فاخر فاضح فاق ريحه كما العنبر بالأنفاس منشوق دقه بنجر يسمعه كل مشتاق راع الهوى يطرب إلى دق بخفوق ولقم بدلة مولع كنها ساق منصوبة مربوبة تقل غرنوق خله تفوح وراعي الكيف يشتاق إلى طفح له جوهر صح له لوق أصغر قموره كالزمرد بالأشعاق وكبارها الطافح كما صافي الموق وزله على وضحا بها خمسة ارناق هيل ومسمار بالأسباب مسحوق مع زعفران والشمطري إلى انساق والعنبر الغالي على الطاق مطبوق فيلجتمع هذا وهذا باتفاق صبه كفيت العوق عن كل مخلوق بفنجال صين زاهي عنها الأرماق تغضي وكرسيه غدان المعشوق إلى انطلق من ثعبته تقل شبراق رنق تصور للحمامة على الطوق شكل على الفنجال لونه إلى راق دم الغزال لمزع منه معلوق خمر إلى منه تسلسل بالأرياق وعليه منما صافي الورد مذلوق راعيه كنه شارب ريق ترياق كاس طرب وسرور من ذاق له ذوق يحتاج من خمر السكارة إلى فاق خشف تشف شفاه والعنق مفهوق عبث يعيل بحبة منه ما ماق وهو يضاهي باهي البدر بشعوق بين شفتاه لاغن جبار قنحاق عجل رفيفة بطها الغرج بطبوق سطر كتب من حبر عينه بالأوراق خديه صادين ونونين من فوق كأن العرق بخدودها حصل ارناق ينثر على الوجنات بلورة الشوق إلى تبسم شع واشرق بالأفاق نوره يفوق البدر سحر ومنطوق بالعنق كن المسك والورق براق ما مشخصا في صدره الشاخ مدفوق يمشي برفق خايف مدمج الساق يفصل حجول ضامها الثقل من فوق إلى حصل لك ساعة وانت مشتاق اقطف زهر مالاق والعمر ملحوق فيلا حذر ما قلت عندي في الأرزاق بيدي كريم كافل كل مخلوق هذا وصلوا عد ما ناض براق أو ما شكل فرقة شفيق المشفوق على النبي ما زج زاج بالأوراق وله صحبه عد ما سيق مسيوق وختاما نستودعكم الله على أمل لقاء بكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.